أخبار اليوم. صوت الرصاص اخترق هدوء قرية عرب شركس بالقليوبية بعد أن اختبأ بها عناصر من أنصار بيت المقدس، فكان القرار بمداهمتها في 19 من مارس عام 2014 بقوات مشتركة من الجيش والشرطة لتصفية هذه البؤرة الإرهابية، بعد أن نفذ عناصرها هجوما مسلح استهدف حافلة للقوات المسلحة بالمطرية في 13 من مارس عام 2014، مما أدى إلى استشهاد مساعد بالجيش. كذلك استهداف نقطة شرطة عسكرية بمسترد أسفر عن استشهاد 6 من الجنود في 15 من مارس عام 2014. في هذه المداهمة استشهد 2 من قوات الجيش برصاص وقنابل هذه العناصر الإرهابية. اتخذت هذه العناصر من إحدى ورش تصنيع الأخشاب بالقرية مكانا لاختبائها وإخفاء المواد المتفجرة والأسلحة النارية، ومنها انطلقوا لتنفيذ الحوادث الإرهابية السابقة، إضافة إلى تفجير مديرية أمن القاهرة. ودارت مواجهات شرسة استمرت لعدة ساعات، استخدموا خلالها الأسلحة النارية والعبوات والأحزمة الناسفة والسيارات المفخخة، وأسفر ذلك عن مصرع 6 من العناصر الإرهابية وضبط 8، وتم ضبط أسلحة آلية وبراميل بها مواد شديدة الانفجار وسيارات معدة للتفجير، وتم إحالة المضبوطين إلى النيابة العسكرية وهم 8، وحكمت المحكمة العسكرية في أغسطس من العام الماضي على 6 منهم بالإعدام والمؤبد لـ2، وأيدت الحكم المحكمة العسكرية العليا للطعون في مارس الماضي. قطاع مصلحة السجون قام فجر هذا اليوم بتنفيذ حكم الإعدام الصادر في حق هذه العناصر الإرهابية التي روعت وقتلت الآمنين، ليقتص القضاء للشهداء، ولكم في القصاص حياة.